لا هنا كان ناوي يزيد بشكل موزون حتى يدخل في دعسة انت تبغى تعود عليها للواسع والكرب وغيره، بس انه خايف من شيء يسارك. لا تقول خلاص بستغله وحركه، لا وين رايح حق الخف؟ في اولويات، والاولوية انك تخلي الحصان يسوي عكس اللي ناوي يسويه. خاصة العسيف لما تخليه يسوي شيء معين هو يبغى يسويه ما يدري انك سويته انك تبغاه او تبغى تستغله، يتوقع انه اجبرك انك ان اجبرك على الشيء ذا فيطبع. فحتى لو انت تبغى الشيء تماما او جاهز له، اذا الحصان طلبه بدون اذن واضح منك سيعتقد انه اجبره او اجبرك عليه. فجنبه ثم سوه.